سورة طفلة أريترية لم تكمل بعد شهرها السادس. شاءت الأقدار أن تولد في هذا المكان وأن لا ترى شيئا آخر غيره سوى هذه الوجوه من بني جلدتها الذين حلموا مثل أمها بعبور البحر إلى الشاطئ الآخر، فانتهى بهم الأمر في مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بمدينة مصراتة الليبية. نعاني الكثير من المشاكل، نحن هنا منذ سنة 2006، لدينا الكثير من المشكلات ونحن بحاجة إلى أشياء كثيرة. أكثر من 600 رجل وامرأة من أريتريا محتجزون في هذا المركز، قضى بعضهم عامين كاملين في انتظار الفرج دون فائدة. الأوضاع السياسية في أريتريا ما فيش حقوق إنسان، ولهذا السبب أنا طلعت من أريتريا للجوء، اللجوء السياسي ولكي أعتني بنفسي والمستقبل. نحن يعني مروقنا من أريتريا مشكلة السياسة، يعني قاعدة في الإدارة الفاسدة في أريتريا، وجينا عن بالطريقة غير شرعية من إريتريا للسودان، وفي السودان ما قدرنا نعيش لأنه الأمن السودان ولا الجوازات السودان يعملوا كبسة ولا يكشوك ودوك إريتريا، رجعوك ليبعدوك للحدود ولا إريتريا جوا. مشكلة هؤلاء المحتجزين أنهم لا يحملون جوازات لسفر ولا أوراق هوية ويرفضون العودة إلى بلادهم خوفا من التنكيل بهم كما يقولون، والسلطات المعنية هنا لم تجد حلا لهم سوى إيوائهم في هذا المركز إلى حين إشعار آخر. لابد أن نذكر أن المشاكل التي نعاني منها صراحة وهي مشاكل المشاكل الصحية طبعا والمشاكل الأمنية، فلدينا مشاكل صحية اللي هي الأمراض المعدية والخطيرة التي تم وجدت في بعض الأشخاص الذين حيلوا للمستشفيات كأمراض الدرن وأمراض والأمراض الجلدية خاصة التي تنتشر باللمس أو عن طريق الهواء. والمشاكل الأمنية طبعا لا يخفى أن تحدث ما بينهم مشاكل في بعضهم البعض، ومرات وأحيانا حتى ما بينهم ما بين رجال الأمن. المنظمة العالمية للسلم والأمن والرعاية مدت لهم يد العون وسعت إلى تحسين مرافق مركز الإيواء وأصدرت لهم بطاقات هوية مؤقتة، كما تبحث مع منظمات غربية عن إمكانية تقديم اللجوء السياسي لهم في إحدى البلدان الأوروبية. المعنيون بقضية الهجرة غير الشرعية يدركون فيما يبدو أن الحل الأمني وحده لم يعد مجديا، وأن هناك حلولا أخرى أقرب إلى الواقعية يأتي في مقدمتها تحقيق التنمية في دول المصدر التي يمكن أن تلغي مبرر الهجرة من الأساس. خالد الدين، الجزيرة، مصراتة، ليبيا. مصر هاد المريت عبدان دسكا مزق العبد محب البحري أنس ناقل كام عطات البحري سراويت كاندو حتى تلاي هوش تغالو فحفحلو يعتمد فقراي بأشلا بمكر تانديتا أمي جمارا ورحمة دوا بدمقو ملآت فقرا منفاسد قلبانا أقرب الله يدوم نبز دندس تزاربانا
عم بكوا الناس نتها قد نزني زومي ان عربت تعاي ان طلقت يا تفاني عتني جال بريقو كسر عسر فطور بحري مسموت كدان عبد الكسر بفطور فخري حق فتا تعجبو مسموي بويتا اتمحت موت غير ما دمان سنبت عطرا قداد ليلة بفقري بحري من أسر ليلة بفقري مسكت صوتا سبت صحفته مقايشتا وطرات معاي زرع خنو وقلوناتا انتاي فلت قد مسربت مجرشا فلسلي نقر النيب بحر النخاتا صحفته مقايش تحار
مسنفت عبتي مجرشتا ونسلي نقر النبا بحر دخاتي